أهلين غسان. جلال عندك ما؟ إيه عندي، ونحنا عم نعمل بسكوت سوا. تاني مرة لا تاخدي جلال من دون ما تخبرينا، بيكون أحسن. ضايقت؟ يعني أنا بس كنت عم حاول إنه ساعدكم، وكمان بدي ورجيك إنه شو ما صار أنا جنبك. أنا بعرف إنك هلأ محتاجني، لهيك أنا رح وقف جنبك. سوزان أنت شو عم تعملي؟ جلال بابا يلا. شو فقت اختي؟ اختك لسه نايمة، وبس تفيق انا بوعدك راح اخذك لعندها. نحن هلا بدنا نروح لعند خالتك رفيف. ايه يا روحي يلا البسوا للجاكيت. شوفك يا حلو. يلا حبيبتي يا روحي، انت في ايه يا عمري؟ انت في ايه كرمالي؟ ياسمين ما بيصير هيك، لازم تاكلي شي. انت ليش جايب معك سندويشتين؟ جايب لديما مو هيك؟ ديما هذا منهار جاب لك معه سندويشه، قومي وكليها يا عمري. انت يلا اهدي شوي، انا رح اجيب لك كاسه شاي. لا ما في داعي تجيب لي شي. كيف بدك يعني اكل واشرب وبنتي نايمه بلا اكل؟ والله ما لي عارفه شو اعمل. يا ربي دخيلك. ياسمين شو صار؟ حاسه حالي تعبانه شوي. كيف جلال؟ منيح منيح. خايف مو؟ اكيد عزبها لخالته امل. لا تمام، هو ما عزبها بس تركته عند رفيف، قلت احسن. منيح؟ تركته عند رفيف؟ ايه كتير منيح. وينه موبايل ديما؟ لقيته؟ لقيته. معقول ما لقي؟ هاتو لشوف. دوبري حياتي انت. ياسمين اعطيني اياه، انا بدور على الرقم. بس لحظة استنى، مين عم يدق؟ شو هالاسم؟ ليكون هذا المتجوز؟ ياسمين اعطيني. لا انا بدي رد عليه لشوف، خليني افهم شو بده. الو؟ لا انا مو ديما، انا بكون امه يا حقير. انت ما بتستحي على حالك يا واطي؟ خراس قليل الادب. بنتي ليك نايمه بالمستشفى ولهلا ما عم تفيق. اسمعني منيح، اذا بدك تضل عم تدق لهون رح اعمل لك مشكله كتير كبيره. عم تفهم؟ والله بخلي جوزي يضربك ويروح يحكي لابوه هذا واحد مجنون وبجوز يعمل جريمه كرماله. ليك اصحك تدق لهون، والله العظيم اذا شفت رقمك على موبايل بنتي لا تلوم الا حالك. اسمع شو بدي اقول لك، اذا بتطلع انت ورا اللي صار مع ديما تعتبر حالك منتهي ورقمك صار. لا فهموا هالشي، مسكر. خلينا نروح وندور عليه لهالزلمه، انا لازم اعرف مين هو. بترجع غسان هي الشغله، خلي الشرطه تحقق فيها، انا رح اروح اخبرهم. لمشاهده المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكونوا اول من يشاهدها.